خليني اروح مع حضراتكم بقى لمجموعه اخرى من الاخبار. وزير الخارجيه المصري معالي الوزير سامح شكري استقبل وفد من ممثلي المنظمات اليهوديه الامريكيه على هامش مشاركته في اعمال الشق رفيع المستوى للدوره الجديده للجمعيه العامه للامم المتحده في نيويورك. السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه قال في تصريحات صحفيه بعد انتهاء اللقاء اللي تم في مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، قال إنه الجانبين يعني أجروا مناقشات مطولة حوالين مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية وسبل تعزيزها ودعمها بشكل اللي بيحقق مصالح الطرفين. أيضا كان في حرص من وزير الخارجية على الإجابة على استفسارات الجانب الأمريكي بشأن تقييم مصر للتطورات في الشرق الأوسط، لا سيما الأوضاع في السودان وفي ليبيا وقضية سد النهضة والعلاقة مع إيران وتركيا والأزمة السورية وأيضا أفاق التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي. السفير أحمد أبو زيد كمان أوضح أنه الحوار اللي دار بين الوزير شكري ووفد المنظمات اليهودية الأمريكية أكد عمق ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية وتشعبها، خصوصا الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين في كافة المناحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وأيضا أهمية مواصلة العمل لتوطيدها وتوسيع أفقها خلال الفترة القادمة. وأيضا من ضمن التصريحات يعني أن الرؤية المصرية تطرقت لسبل إحياء عملية السلام، ودي النقطة اللي أنا عايزة أركز عليها واتكلم فيها مع الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور طارق أهلا وسهلا بحضرتك في 90 دقيقة. اهلا وسهلا استاذه هبه، منوره الدنيا كلها، اتفضلي. ربنا يخلي حضرتك. الحقيقه احنا واحنا بنتابع يعني الجهود المصريه في الجمعيه العامه للامم المتحده واللقاءات اللي بيعقدها وزير الخارجيه سامح شكري في السياق ده، واضح انه عنوان رئيسي ومهم في موقف مصر او في رؤيه مصر في نيويورك متعلق بمساله احياء عمليه السلام الجامده والمتعثره من سنوات الحقيقه، رؤيه مصر في هذا الاطار. هو بالتأكيد طبعا التحرك المصري في هذا التوقيت وتحركات وزيرنا سامح شكري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والوزير أجرى سلسلة لقاءات يمكن أهمها أنا في تقديري ما تم مع أعضاء المنظمات اليهودية بالإضافة إلى عدد من وزراء الخارجية ودول الجوار الإقليمي لمصر. جملة التحركات المصرية أستاذة هبة تستهدف استئناف الاتصالات الإسرائيلية الفلسطينية ومحاولة الانفتاح على الإدارة الأمريكية وعلى أيضا مراكز صنع القرار في أمريكا. حضرتك تعلمي في لوبيات قوية ومراكز تأثير ونفوذ كبيرة جدا في واشنطن، ليست فقط خارجية أو البيت الأبيض ولا هيئة المستشارين، إنما في تأثيرات كبيرة بالنسبة لنا إحنا. علاقتنا في النطاقات الأمريكية علاقات متعددة ومتشعبة ولا تقتصر على الكونجرس أو على مجلس الشيوخ، إنما بننفتح على كافة قطاعات الولايات المتحدة، لأن دائما ما نقول الولايات المتحدة ليست الرئيس أو البيت الأبيض فقط، إنما هناك فواعل أخرى مشاركة في مراكز صنع القرار. من هذا المنطلق تتحرك مصر لمحاولة استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومحاولة وضع الاستحقاقات حيز التنفيذ، والخطاب السياسي الرسمي يعمل في هذا الإطار. وأنا في تقديري أن هذا الأمر بيتم بمقاربة مصرية قومية كبيرة للحفاظ على ما تبقى من القضية الفلسطينية والدعوة لإعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية. جهد المصري جهد كبير وجهد متسع في نطاقات متعددة، طبعا بنتحرك مع الراعي الأمريكي لأنه أنت تعلمي أنه إحنا تربطنا بالولايات المتحدة شراكة سياسية واستراتيجية ممتدة، وأعتقد أنه الجانب الأمريكي حريص على يعني العلاقة مع مصر، وهناك تقدير كبير لمكانة مصر في إقليمها. وزي ما قلت لحضرتك يعني لدينا أصدقاء في الكونغرس، لدينا يعني دوائر تأثير مهمة. وزير سامح شكري كان كما تعلمي حضرتك سفير في واشنطن وليه علاقات كبيرة، وبنتحرك في اتجاهات ومسارات متعددة، وبالتالي أنا أعتقد أن في فرصة إيجابية في هذا التوقيت يمكن أن نبني عليها، وفي جهد مصري متراكم في هذا الإطار بننسق مع الأطراف العربية وبننسق مع الأطراف الدولية. الهدف الرئيسي في هذا التوقيت هو محاولة أن يكون هناك تأثير مباشر لدفع الطرفين إلى استئناف الاتصالات، وطبعا دعم الجهود الأمريكية في هذا الإطار. الجانب الأمريكي بيتحرك أيضا
لكن مطلوب آليات، مطلوب أدوات، مطلوب حركة عربية. طبعا الوفد العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى أيضا صلاة، يعني كان في تأكيد على الحقوق الفلسطينية، لكن ربما كان الملمح الرئيسي هو التحرك المصري في هذا الإطار. التحرك المصري مهم، هو اللي بيحدد بوصلة الاتجاه لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وإحنا بنتعامل مع القضية الفلسطينية إنها قضية أمن قومي مصري، وهي أحد مرتكزات سياسة الخارجية المصرية. في حرص على هذا طبعا في المحافل الدولية زي ما قلت لحضرتك، مهم جدا إن أنت تدعو، ولعل الرسالة تصل إلى الطرف الآخر. طبعاً. حضرتك تعلمي رئيس الوزراء الإسرائيلي التقى الرئيس جو بايدن بعد فترة من القطيعة، وكان كما تعلمي كان هناك تحفظات أمريكية لعدم عقد هذا اللقاء في البيت الأبيض، ولم تتم دعوة رئيس الوزراء نتنياهو. اللقاء تم على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا معناه أن الإدارة الأمريكية تواصل أيضا مساعيها لتقريب وجهات النظر، وزي ما قلت أن الراعي الأمريكي مهم جدا في هذا التوقيت. ونتفائل بطبيعة الحال بجملة التحركات المصرية، لأن مصر تريد أن تضع الجميع أمام مسؤولية، مسؤولية الراعي الدولي ومسؤولية الرباعية الدولية وأيضا التحركات العربية في هذا الإطار. طيب إحنا أنا بالفعل لسه كنت هتكلم عن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بس حضرتك استخدمت مصطلح مهم جدا وهو ما تبقى من القضية الفلسطينية. النهاردة فرص نجاح المساعي المصرية، وهل الظروف سواء كانت الداخلية للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والظروف الخارجية أيضا للمجتمع الدولي، وإحنا بنتكلم عن أمريكا نفسها تشهد الآن استحقاق رئاسي مهم في تجاذبات سياسية ديمقراطية جمهورية حدث ولا حرج، هل الظروف الدولية دي كلها مواتية لحصول حالة التوافق؟ مش هنقول على حل القضية الفلسطينية لأنه ده أمر واقعيا من الصعب جدا حتى الحديث عنه، لكن هل مجرد الحديث عن جلوس كل الأطراف أو استئناف مباحثات هو أمر واقعي؟ هو بالتأكيد طبعا هناك فرصة، ونحن لم نفقد الأمل في آلية التعامل أو في إيجاد الآليات المباشرة، لكن بطبيعة الحال البيت الأبيض خلال عدة أشهر سيكون مشغولا بالعملية الانتخابية، لكن هذا لا يمنع أن احنا بنتحرك زي ما قلت ليس على مستوى الرئاسة لكن على مستوى مراكز التأثير في الولايات المتحدة، وإحنا بنبذل مجهود كبير جدا في دوائر كثيرة، الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية الرئاسية بتتحرك في مسارات متعددة وفي اتجاهات مختلفة. الطرف الإسرائيلي يعني ربما لديه مشاغله الخاصة دلوقتي في الداخل الإسرائيلي، ولن بينا نعلق ما تواجهه إسرائيل من أزمة داخلية طاحنة، ولا تزال موضوعات الاحتجاجات قائمة في شوارع إسرائيل، والوصول إلى حالة من الاستقرار الداخلي طبعا لسه أمامها بعض الوقت. الإدارة الأمريكية تضغط في على نتنياهو للوصول لأمرين، والأمر الأول هو إعادة تشكيل حكومة جديدة، وحكومة جديدة يعني حكومة ائتلاف وطني جديدة، حكومة معناها أنها حكومة تقبل بإمكانية التعامل مع الطرف الآخر أو الطرف الفلسطيني، وهذا جهد أمريكي يعني جيد، وهناك ضغوطات كبيرة في هذا الاتجاه بذلت خلال الفترة الماضية عبر قنوات اتصال غير معلنة بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، وده اللي أسفر عن لقاء نتنياهو ولقاء أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبدون كان هذا اللقاء كان لن يتم اللقاء فيه على هامش طبعا فعاليات الجمعية العامة. والأمر الآخر هو تحذير الولايات المتحدة إسرائيل من أنها ستكون في حالة قطيعة وعزلة مع العالم ما لم تستجيب لي الموقف الأمريكي والعربي في هذا الوقت. في تقدير كبير للجهود الأمريكية ليس فقط في هذا التوقيت لكن في محاولة بناء شراكة جديدة ومحاولة الضغط على إسرائيل للتجاوب مع هذا. هل هذا العمل سيأخذ بعض الوقت؟ بالتأكيد، يعني دعم نتنياهو الآن مهم للغاية، وهذا ما تفعله الإدارة الأمريكية أستاذة هيبة لمحاولة أن يعيد تشكيل حكومة جديدة تدخلها المعارضة وتهدأ إسرائيل ويؤجل قانون الإصلاح القضائي لبعض الوقت. كل هذا الأمر يتم الآن من خلال مفاوضات غير معلنة بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، وبهدف تهدئة الأوضاع في الشارع الإسرائيلي. ولهذا استدعي الرئيس الإسرائيلي إلى واشنطن والتقى برئيس الرئيس الأمريكي جو بايدن في سابقة غير معهودة لدعم الحوار الوطني الذي يمكن أن يتمخض عن هذه الفكرة. في مجهودات كبيرة بتبذل الآن لإعادة تشكيل الائتلاف، وبالتالي في فرصة الولايات المتحدة تريد أن تقول أننا نتحرك، وأننا نتحرك في إطار استئناف الاتصالات. وهناك طبعا حزمة من الإجراءات الأمريكية تم الوعد بها حضرتك للسلطة الفلسطينية،
ودعم السلطة الفلسطينية بتقديم مزيد من التسهيلات، وطبعا على الإدارة طبعا أن تنفذ هذا من الأقوال إلى الأفعال. طبعا مهم أنها تفتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، مهم أنها تفتح القنصلية الأمريكية في شرق القدس. ففي إجراءات الولايات المتحدة وهي بتقوم بيها لابد أن تبعث برسائل إيجابية للطرف الفلسطيني. مصر في قلب كل ما يجري من هذه التفاعلات، ومصر بتتحرك برؤية ومقاربة شاملة، إدراكا منها بأنه الأوضاع في خطر واستشعارها الحرج والقلق على القضية الفلسطينية. حضرتك بتسأليني ما تبقى من القضية الفلسطينية؟ بالتأكيد احنا حريصين على أن يوقف الاستيطان، توقف أعمال التهويد، توقف الخطط الشيطانية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في مدينة القدس وفي المقدسات الإسلامية والمسيحية. في إجراءات عديدة مصر بتسعم إلى إيقافها أو على الأقل تجنيد إجراءاتها، بمعنى إتاحت الفرصة للأطراف العربية للضغط في هذا الاتجاه. وطبعا الرئيس محمود عباس أعلن في كلمته في الجمعية العامة أنه لابد من أن تكون هناك حماية للشعب الفلسطيني. ولا تنسي حضرتك أن مصر دفعت أيضا بهذا الأمر، أنه إما أن توضع الأراضي العربية الفلسطينية تحت الائتمان الدولي وهي صيغة معدلة من صيغة الانتداب إلى حين تقر طبعا الأوضاع وحين تعود المفاوضات والاتصالات، منعا لمزيد من الأعمال الاستيطانية اللي بتقوم بها إسرائيل وأعمال التهويد. أنا أعتقد أن في فرصة جيدة، ومصر بتتحرك في كل الاتجاهات، ومصر بتتحرك أيضا مع الأشقاء في الأردن وأيضا دعم السلطة الفلسطينية وإعادة بقى تقديم القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى الواجهة الدولية. أعتقد أن الوزير المفوق الوفد المصري بذل مجهودات كبيرة يشكر عليها. الدبلوماسية المصرية بتتحرك في كل الاتجاهات، الدبلوماسية الرئاسية ودبلوماسية القمة والقيادة السياسية المصرية أكبر داعم حضرتك للقضية الفلسطينية في هذا التوقيت. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.